الحقيقه في متابعه لنبأ عاجل عن وزاره الصحه، وزاره الصحه والسكان اعلنت عن اصابه 15 شخص ووفاه 6 اخرين اثر حادث اشتعال حريق نتيجه تسرب غاز بعزبه المواسير التابعه لايتاي البارود في محافظه البحيره. دكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحه والسكان والمتحدث الرسمي للوزاره قال انه تم الدفع ب 20 سياره اسعاف مجهزه لموقع الحادث، حيث تم نقل المصابين الى مستشفيات كفر الدوار العام وايتاي البارود ودمنهور التعليمي للتلقي العلاج اللازم، وأكد أن الإصابات تتراوح ما بين حروق بدرجات مختلفة واختناقات في أماكن متفرقة بالجسد، وجميع الحالات تتلقى الرعاية اللازمة. أيضا تم نقل المتوفين لمشرحة إيتاي البارود، وأضاف أن الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان وجهت وكيل وزارة الصحة بالبحيرة فور وقوع الحادث بتوفير كل سبل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ورفع تقرير تفصيلي بحالات المصابين والإجراءات الطبية المتخذة. أيضا تم التوجيه بتواجد الأطقم الطبية من استشاريين في مختلف التخصصات، واطمأنت على مخزون أكياس الدم وتوافر مخزون استراتيجي كافي بالمديرية. أيضا تم التأكيد أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكل مستشفيات محافظة البحيرة طبقا لتوجيهات الوزيرة، وأنه جميع المصابين الآن بيتلقوا الرعاية الطبية اللازمة وجاري متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية. إذا مشاهدينا الكرام، ده كان يعني المتابعة من وزارة الصحة حول حادث إصابة 15 مواطن ووفاة 6 حالات في حادث تسريب غاز بعزبة المواسير بالبحيرة، وبالتأكيد هنوالي حضراتكم بالتفاصيل اللي بتأتينا أولا بأول في هذا الموضوع.